اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى في فقرتنا الثانيه، وزي ما وعدناكم بنستكمل مناقشه قرار محكمه العدل الدوليه في لاهاي اليوم بشان الدعوه المرفوعه من جنوب افريقيا وفقا لاتفاقيه منع الاباده الجماعيه الموقعه عام 48 باتهام جيش الاحتلال ودوله الاحتلال الاسرائيلي بالقيام بافعال اباده جماعيه لاشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزه. وهنستكمل وليس افضل يعني من يفيدنا في هذا الموضوع من الاستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان. اهلا بك استاذ عصام، المفوض العام للهيئه المستقله لحقوق الانسان في فلسطين سابقا، وده والاهم ان هو عضو الفريق الفلسطيني المشارك مع اصدقائنا في من جنوب افريقيا امام محكمه العدل الدوليه وكان هناك. اهلا بك استاذ عصام. اهلا بحضرتك. حضرتك انطباعك العام ايه عن القرار النهارده؟ يعني انا اعتقد ان القرار تاريخي وله دلالة فارقة للعديد من الأسباب. أولا أن القرار هو يأتي ليؤكد على دحض الرواية الإسرائيلية. أولا إسرائيل عندما توجهت وقبلت الظهور أمام المحكمة والتقدم بمذكرة شفوية، بالتأكيد هي موقعة وطرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي هي ليست بعكس قضايا النزاعات الأخرى أمام المحكمة بأنها تستوجب موافقة طرفي النزاع الدول. لكن في هذه الحالة تستطيع عند أي دولة أن تدعي بأن دولة أخرى قد انتهكت أحكام هذه الاتفاقية، وما ادعته جنوب أفريقيا في هذا الشأن بأن إسرائيل قامت بانتهاك أحكام الاتفاقية. الدفع الرئيسي في المداخلة الشفوية التي قدمها الفريق القانون الإسرائيلي قام على فكرة أن المحكمة يجب أن ترفض فكرة قبول الدعوة جنوب أفريقيا، النظر من حيث المبدأ، من حيث المبدأ نعم. ليس لها أساس. وطبعا هذه قضية قد نأتي على ذكرها، لماذا جنوب أفريقيا التي ليست طرفا في النزاع بالمعنى المحدد هي من قامت بالتقدم بالطلب؟ وبالتالي يعني فكرة أن يصدر قرار اليوم من المحكمة هو يؤكد على أن هناك أساس موضوعي وجوهري بأن جريمة الإبادة الجماعية هناك أساس معقول لأنها قد تكون ارتكبت، وأن لابد من اتخاذ إجراءات فورية في هذا الشأن، تدابير إجرائية عاجلة. ما ذكرت هي الست قضايا التي تم إقرارها في القرار. وبالتالي من حيث المبدأ هو ينسف الرواية الإسرائيلية ويرفض فكرة عدم اختصاص المحكمة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية هو يعيد موضعة قضية الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني وحقيقة أنه يتعرض إلى إبادة جماعية موضعتها على أجندة العالم، ليس فقط فيما يتعلق بما يجب وما لا يجب على دولة الاحتلال القيام به في هذا الشأن، ولكن أيضا المجتمع الدولي في بصفته طرفا في ميثاق الأمم المتحدة، بصفته طرفا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. طب أستاذ عصام، حضرتك أنت ضمن الفريق المشارك مع أصدقائنا من جنوب أفريقيا في جمع الأدلة وفي المحكمة، أنتوا وانتوا هناك كنتوا شاعرين انه المحكمه هتسير في هذا الاتجاه، وخاصه انه الست تدابير صدرت منها خمسه باغلبيه 15 واعتراض 2 وواحد باغلبيه 16 واعتراض 1 من القضاه. وعشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين، المحكمه قضاءها 15 وفي حاله وجود يعني طرفين بيضاف ليهم قاضيين من كلا الدولتين. فبالتالي هل شعرتم بده وانتوا بتشتغلوا في الاجرائي امام المحكمه؟ يعني الجميع مطالب ببذل عناية وليس تحقيق نتائج. صحيح. النتائج مرتبطة، أولا نحن نتحدث عن أعلى هيئة قضائية كونية، ثانيا المحكمة مستقلة وقضاتها مستقلون حتى لو كانوا يمثلون جنسيات لدول مختلفة، قد يكون المواقف الرسمية لهذه الدول ليست تقترب من قضايا العرب والقضية الفلسطينية، دول منها وفرت غطاء لما قام ويقوم به الاحتلال. صحيح. من جرائم. صحيح. ولكن المحكمة في نهاية الأمر سيدة نفسها، والقضاء مستقلون حتى وإن كانوا يحملون جنسية دول أخرى. ولكن الذي قدم أمام المحكمة، الطلب الذي قدم في 29 ديسمبر الماضي من 84 صفحة، أعتقد أننا كما نقول piece of art، قطعة فنية، حيث أن لم يجنح نحو العواطف كما فعل الوفد القانوني الإسرائيلي بالمناسبة عندما قدم بعض من الفيديوهات التي يعني لا تليق بمحكمة في ظني، لأنه الموضوع موضوع إجراءات وبينات ودلائل وقرائن، ليس موضوع استدلال عواطف هنا. وقدم التقرير أنا في رأيي بشكل رائع، ابتداء من لماذا المحكمة مختصة، لماذا جريمة الإبادة الجماعية، ثم قدم حول الاختصاص وأن جنوب أفريقيا هي من قدم الدعوة، لأنه هنا لابد من التأكيد على أن
هناك مبدأ أساسي في القانون تطور يمكن في العقد الأخير بشكل كبير جدا، ما يسمى لبريما فاسي بارتيز، والذي يعني أن حقوق العامة اتجاه الكافة، أن هناك حقوق تتعلق بالجميع، ليس شرطا أن تكون طرفا في النزاع لكي تذهب الاتفاقية. تمكن الأطراف المختلفة المتعاقدة على الاتفاقية من التوجه إلى المحكمة للطعن في دولة ما بانتهاكها لأحكام الاتفاقية أو بممارسة جريمة الإبادة الجمعية أو التغاضي عنها، وبالتالي هناك يعني أساس موضوعي لذلك، وأفرد جزء من التقرير في هذا. وطبعا هناك سوابق قضائية ولم يكن عسيرا، بالرغم من أن دولة الاحتلال حاولت الدفع بأنه جنوب أفريقيا ليست ذات صلة وليس ذات اختصاص ولا يمكنها أن تدعي. طبعا نحن لدينا سوابق وما أكدته المحكمة صحيح. اليوم قضية يعني غامبيا ضد ميانمار في 2019 قضت بشكل واضح جدا أنه من حق أي دولة طرف، لأنه هذا نوع من لأنه هناك نوع من الالتزامات تدين بها الدول تجاه العالم ككل صحيح. ويمتد ذلك إلى ما هو أبعد من الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات المتعددة، وهناك بعض من ويمتد ذلك أيضا للمعايير والقضايا الأساسية التي تشكل أو شكل انتهاكها كجريمة الإبادة الجمعية بأنها جريمة على النظام العالمي برمته، وبالتالي يصبح هنا مصلحة لهذه الدول أن تتقدم للطعن في ذلك، وبالتالي يعني هناك حق وواجب على هذه الدول للقيام بهذا الشأن. ثم قدم استعراضا للقصد الجنائي بمعنى النية المقصودة والمسبقة من قبل دولة الاحتلال لارتكاب هذه الجريمة، وهو شرط أساسي، النية الخالصة لتنفيذ الإبادة. وقدم ما هو متعلق بالركن المادي، استعرض في حتى ذلك اليوم، يعني كان اليوم 83 للعدوان، نحن نتحدث عن 29 ديسمبر، قدم حقائق مذهلة وأشارت لها المحكمة اليوم القرار. بل المحكمة عملت أبديت يعني عملت تحديث للبيان في عدد الشهداء أضافت بالضبط صحيح. وقدم حول القصد الجنائي استعراض لكل ما تقدم به وصرح به وحرض عليه الإسرائيليون من مختلف أطراف المؤسسة القائمة الأمنية والسياسية والعسكرية، تصريحات يعني تطالب بإبادة سكان غزة، منع الوقود والماء والكهرباء والأدوية، قطاع غزة كله يتحمل المسؤولية صحيح. لا يوجد من هو بريء ومن هو الجميع يتحمل المسؤولية، وبالتالي هي كانت تصريحات قدمت برسم المحكمة لتؤكد القصد الجنائي القائم. ثم ما طلبت به الجنوب أفريقيا الوفد القانوني هو جملة من الإجراءات يعني المستعجلة التدابير الإجرائية، وهي كانت بالمناسبة 9 مطالب على رأسها وقف إطلاق النار وجملة القضايا الأخرى التي أقرتها المحكمة اليوم. والإجراءات أو التدابير الإجرائية هي تدابير يعني ضمن التفويض المعطى للمحكمة للقيام بها وللإقرارها، وهي تتطلب يعني حد أدنى من الإثبات. نحن هنا نتحدث عن جوهر قضية الإبادة الموضوع. الجمعية لحين البت في الموضوع، وبالتالي هو يريح المحكمة ويسهل عليها أن تذهب باتجاه اتخاذ قرارات في هذا الشأن، يعني الأمور بتكون أسهل، لأنه هنا لا يتعلق الأمر بجوهر الموضوع ولكن يتعلق بما استقر في ضمير ووجدان المحكمة بأن هناك أساسا معقولا لأن جريمة الإبادة الجمعية ترتكب، وبالتالي هناك إجراءات يجب القيام بها أو عدم القيام بها. ومن هنا ما قدمت جنوب أفريقيا ليس فقط ما تقوم به دولة الاحتلال وإنما ما لم تقم به، وبالتالي هنا مهم، وهذا ما ظهر في قرارات اليوم بأنه جزء من القرارات أنه على دولة الاحتلال القيام بكذا وأيضا عدم قيامها بمثلا منع التحريض صحيح. هذا واجب يعني ألزمت المحكمة دولة الاحتلال بوقف التحريض وضمان عدم القيام به من قبل أي طرف كان، سواء مسؤولين سياسيين أمنيين أو حتى مواطنين عاديين. هو حضرتك ذكرت لمست نقطة مهمة للغاية، وهي الحقيقة يعني مهم إيضاحها وإيضاح مدى أهميتها. احنا لاحظنا اليوم طبعا بعد القرار رئيس دولة جنوب أفريقيا ألقى كلمة، ووزيرة العدل ألقت كلمة، والوفد اللي كان معاكم من على مستوى عالي جدا. وجنوب افريقيا كما ذكرت حضرتك هي دوله ليست طرفا في الصراع، وايضا هي دوله تعرضت
لما تعرضت له واصبحت رمزا صحيح. دوليا وانسانيا للمعاناه الانسانيه من التمييز العنصري ومن القتل ومن غيره. وبالتالي البعض كان يرى انه كان على الدول العربيه كلها ان تتقدم وتنضم، والبعض راى انه على العكس، ان الدول العربيه ان تساعد مقدمي الدعوه بتقديم ادله وبيانات، وقد فعلتها عدد من الدول كما اعلم. افضل لنا بان يتحول الامر امام المحكمه الى الصراع الذي تعودنا عليه، صراع بين طرفين. حضرتك مع اني وجهه نظر فيه، يعني لنبدا بنقطه التاسيس. يعني الاولى ان يتقدم للمحكمه ولي الدم بمعنى دوله فلسطين، ولكن انا اعتقد ان عدم تقدم دوله فلسطين وحتى عدم تقدم الاطراف العربيه في هذه القضيه على وجه الخصوص، بالنظر الى ما يخضع له هذا النوع، هذا الاحتلال القائم من تسييس خطير وتوظيف نفعي في الرأي العام لدولة العدالة وحقوق الإنسان. نعم. وبالتالي لتحسين القضية ربما جنوب أفريقيا بما تمثل من رمزية وتاريخية في وجدان العالم، ويعني بما تمثل من نضال ضد ما هو مشابه سواء إبادة أو أبرتايد، أعتقد أن هذه نقطة قوة وليست نقطة ضعف في هذا الشأن. صحيح. ومن جهة أخرى أن الدول العربية أعلنت دعمها ومساندتها، وحتى دول كثيرة أعلنت أنها سوف يعني تتداخل بمداخلات شفوية، ونحن لدينا متسع من الوقت على كل حال في هذا الشأن، ولكن أنا أعتقد أن ذلك لا يشكل عوارا ولا إضعافا للموضوع، قد يعطيه نقطة قوة، بمعنى أننا أن العالم كله ضاق صدره بما يحدث ويطالب بوضع حد لما يرتكب من جرائم، وليس فقط أولياء الدم إذا اعتبرنا العرب جميعا ودولة فلسطين هي ولية الدم في هذا الموضوع وهي القيم على القضية. وبالتالي لا، أنا أعتقد أن ذلك لا يشكل ضعفا بل قوة، ولا يشكل يعني دائما تشكيكا في المواقف في هذا الشأن. هناك أساس موضوعي وأخلاقي وقانوني وسياسي لأن يقوم آخرون بالقيام بذلك بما لهم من رمزية كدولة جنوب أفريقيا على وجه الخصوص. وإحنا رأينا يمكن في مرافعة الدفاع الإسرائيلي وفي أيضا كلام نتنياهو أن اتهم جنوب أفريقيا لأنها أداة في يد حماس، يعني بدأ الأمر وكأنه في حالة من الهزيان أن تتهم مثل هذه الدول في عباك لو كانت دول عربية تقدمت. هذا صحيح. بالعودة مش القرار ولا الحكم اللي هيصدر بعد شهور او بعد اسابيع او بعد، نعود على لتداعيات هذا الزلزال كما احب ان اسميه. احنا لدينا الان ولاول مره منذ عام 45 يتهم اليهودي، واليهودي ليس ديانه، تحدث عن دوله اليهود. نعم. كما اسمها هرزل، وهي اسرائيل كما نسميها الان، الذي كانت اوضاعه في الحرب العالميه الثانيه سببا في وتوقيع معاهده منع الاباده الجماعيه. يتحول بعد كل هذا الوعي الحقيقي أو الزائف، لكن بعد هذه الدعاية لمدة عشرات السنين، أنه هو الضحية لأول مرة يتحول، وأن الفلسطيني هو الإرهابي، وكان لدينا صورة نمطية شائعة في العالم وفي الدنيا أنه يتحول في لاهاي، يبدأ التحول إلى أن لا، هل ليست هذه الحقيقة، حقيقة لها شكل آخر. هل ده معنى حقيقي وواقعي ويمكن التعويل عليه؟ دون أدنى شك دكتور ضياء، وأنا أعتقد هذه نقطة مهمة، وهي لحظة حقيقة، بمعنى أننا أمام لحظة فارقة في التاريخ. عندما المشكلة في إسرائيل، المشكلة في دولة الاحتلال، أنها ليست فقط تحتكر الرواية السردية بأنها الضحية وبأن العالم يجب دائما أن ينتصر لها بصفتها الضحية، وحتى هناك عملية ابتزاز لمن قاموا بارتكاب هذه الجريمة، جريمة الهولوكوست التي جميعنا ندينها، وهي بالنظر إلى أنها حدثت أن العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية مختلف عما كان قبله. صحيح. الأهوال والهولوكوست، والعالم توصل إلى قناعة بأنه لابد أن ينتهي ذلك، وتوضع الضمانات من أجل ذلك، أنشئ نظام الأمم المتحدة ومختلف القواعد الدولية التي تحكم العالم من خلال ما هو متعدد وما هو بيني، اتفاقيات حقوق الإنسان، اتفاقيات جنيف الرابعة، حتى اتفاقيات جنيف الرابعة هي ثمرة الحرب العالمية الثانية في نهاية الأمر. صحيح. الأهوال والاحتلال وما رافق الحرب العالمية الثانية بدون أدنى شك. المشكلة دائما، وهنا أنا أنبه، وعلى الفلسطينيين أن يكونوا حذرين دائما، بأن الشرعية لا تصنع العدالة دكتور ضياء. صحيح. الشرعية بحاجة إلى من يوظفها توظيفا فاعلا. صحيح.
يستخدم ما هو قائم من هوامش ويحاول خلق هوامش جديدة لتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني، ومرة أخرى أن العدالة لا تتحقق بضربة قاضية وإنما بمجموع النقاط، وعلى الضحية أن يحسن استخدام أدواته دائما. نعلم الاختلال القائم في ميزان القوة، ونعلم أن هناك كيل بمكيالين، ونعلم أن هناك دائما تبريرا لما يقوم به الاحتلال. وأذكر هنا مثلا يعني فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا، يعني العالم كيف تدخل مباشرة، ويعني محكمة الجنايات الدولية على سبيل المثال ليس فقط أنها تحركت وفتحت التحقيق، بل أصدرت مذكرة توقيف لرئيس الدولة لبوتين، بينما في حالة دولة الاحتلال لم يتقدم التحقيق ولو خطوة واحدة من عام 14. نعم، ولكن نحن لا يضيق صدرنا بذلك، ولكن علينا أن نعقلن ذلك باتجاه أن هذه لحظة فارقة. لا يمكن لإسرائيل الآن أن تدعي أنها الضحية، هي المعتدي، بل ما قامت به من جرائم وتوحش يرتقي إلى الإبادة الجماعية التي تستوجب لاحقة من اقترفها ومن أمر باقترافها. وبالتالي الآن ألقيت الكرة على ملعب واسع هو ملعب المجتمع الدولي. لا يمكن للعالم الآن أن يدعي أنه لم يرى ولم يسمع ولم يستمع إلى قرار محكمة العدل الدولية. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك مشكلة فيما يتعلق بالاقتراب من نقد دولة الاحتلال، أن أنتي إكيبيشن هوز أنتي سيمتزم، يعني كل من يحاول نقد الاحتلال هو يتم وصمه مباشرة بالسامية. صحيح. يعني كما تفضلت حضرتك فيما يتعلق بجنوب أفريقيا، تخيل أنه جنوب أفريقيا ذات الدولة ذات التاريخ والرمزية في نهاية الأمر يعني تعمل لدى حماس أو تنسق مع حماس. هذا كلام يعني يدل على حالة الهذيان القائمة في أوساط دولة الاحتلال، ودرجة التفاعل معها ابتداء وخطورة يعني ما تنظر إليه إسرائيل من قضية من هذا النوع، لأن هناك من سينافسها في حقيقة أنه ضحية، هناك من ينافسها. صحيح. في حقيقة أنها أنه يتعرض إلى الإبادة، وأنها دولة اعتداء، وأنها دولة ترتكب جريمة هي نوصفها بأنها أم الجرائم بالنظر إلى خطورتها، يعني هي أخطر الجرائم على الإطلاق، جريمة الإبادة الجماعية. بالتالي يعني الوفد القانوني ومشاركته هو من أجل الدفع بعدم اختصاص المحكمة بذلك، ورفض كل الحقائق المقدمة من جنوب أفريقيا. ثم فور انتهاء يعني جلسة المحكمة اليوم، يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا دخل. صحيح. في هذا المستوى من الهذيان برفضه لقرار المحكمة. بالمناسبة الدولة رسميا رفضت قرار المحكمة قبل صدوره. يعني إذا ووزير الدفاع اليوم كان له تصريح أيضا، تصريح يعني يدل على عمق الأزمة، وكما نقول يكاد المريب أن يقول خذوني، يعني بمعنى أنه يدرك في قرار نفسه أن ما ارتكبه هي جرائم حرب، وما أصدر من تصريحات هي تحريض وتنطوي على قصد جنائي خطير بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وبالتالي دون أدنى شك أنا أعتقد أننا بصدد تصحيح مسار تاريخي ظلم الفلسطينيين به كثيرا. حتى العالم، أنا دائما أقول بأنه يعني أحيانا تدخل العالم انتصارا لدولة الاحتلال أو أحيانا اهتماما بالفلسطينيين، والاهتمام بالفلسطيني يأتي من حقيقة أنه مخاصم ابن عيلة، يعني مخاصم دولة الاحتلال. مزبوط. بينما لو كان مخاصم دولة ما أخرى في أمريكا اللاتينية ولا في أفريقيا يعني كان الموضوع ما مختلف تماما. وبالتالي العالم نفسه هو من ساهم في يعني استمرار مسلسل الجريمة المتواصل. بمناسبة جنوب أفريقيا فيما قدمت من طلب، ما يلفت النظر هو أنها قالت بشكل واضح جدا أن 7 أكتوبر ليس بداية التاريخ، أن العدوان على أن جريمة الإبادة مستمرة ومتواصلة منذ العام 48 بالأبرتهايد، ومنذ العام 67 من 56 عام من خلال احتلال طويل الأمد استيطاني كولونيالي، ثم من خلال الحصار المفروض على غزة منذ 16 عام. وبالتالي الجريمة متواصلة وسابقة على 7 أكتوبر، وعلى العالم أن يفيق من ذلك، والعالم يعي. أنا أعتقد أن المشكلة ليست في المعلومات ولا في حقيقة ما يحدث، ولكن في الإرادة السياسية للاقتراب أكثر من قضايا العدالة. من أجل ذلك نقول دائما بأنه يبدو أن العدالة في خصام مزمن مع الفلسطينيين. صحيح. وبالتالي هي لحظة حقيقة الآن نقترب ولو خطوة في هذا الاتجاه، في قرار من أعلى هيئة قضائية كونية بالضرورة له ما بعده، ولكنه أيضا يقوض الرواية السردية الإسرائيلية ويعظم ويعزز من رواية الفلسطينيين بصفتهم ضحايا وبصفتهم وكما تفضلت نزع الصفة التي ألصقوها بالفلسطينيين. يعني هما شعب يسعى إلى الحرية والانعتاق وليس مجموعة من الإرهابيين
الذين وصموا بها دائما بفعل ما تقوم به دولة الاحتلال. طب حضرتك أثرت في ذهني وأنت بتتحدث الآن نقطة مهمة للغاية، وهي المتعلقة بالرواية الإسرائيلية التي يعني استمرت حتى الآن مستمرة، لكن استطاعت تعبئة العالم خلال الأسبوعين الأول من العدوان على أن كل التاريخ بدأ يوم 7 أكتوبر 23، ثم بدأت هذه الرواية في التهاوي تدريجيا. إسرائيل فريق دفاعها ذكر هذا أمام المحكمة وقدم ما قدم من حضرتك أشرت إليه، يعني أنه لا يليق حتى بمقام المحكمة من فيديوهات أو غيره. لم يأتي في قرار المحكمة أي إشارة إلا أنها وضعت هذا أصلا في الاعتبار. هذا صحيح، وهذا تطور مهم جدا في سياق تأمل القرار اليوم. هذه قضية بالغة الأهمية والدلالة، بأنه حتى فكرة الحق في الدفاع عن النفس. بالمناسبة إسرائيل لم تقدم، يعني في قضيتين كان بالنسبة لي يعني ملفتتين قضيتين. الأولى المتعلقة بأنه ما ارتكب من قبل يعني المقاومة تجاه إسرائيل وما قامت به دولة الاحتلال لم تسميه بأنه حق في الدفاع عن النفس، right to self defense، وإنما هو ضمن الإجراءات في الدفاع عن النفس وليس كحق، وبالتالي هذا مهم. والقضية الأخرى أنها لم تأتي على ما استخدم لتعبئة العالم وتحريضه ضد الفلسطينيين بأنه قتلوا أطفال واغتصبوا وما إلى ذلك. ذلك كله لم يذكر أمام من قبل الدفاع القانوني، الفريق القانوني الإسرائيلي، يعني حاول قطع رؤوس الأطفال الرضع وغير اغتصاب النساء. يعني لو كان هناك ما هو متوفر لدولة الاحتلال في ذلك لقدمته للمحكمة، لكنها لم تأتي على ذكره ولم تقدم شيء، ولكنه استخدم لهذه التعبئة ضد الفلسطينيين وتجييشهم في هذا الشيء. ومرة أخرى العالم يعني عندما يتعلق الأمر بإسرائيل يقدم الغطاء القانوني والسياسي. صحيح. ويغض الطرف عما يرتكب من جرائم بحق الفلسطيني، وإلا كيف لنا أن نفسر على الأقل منذ العام 67 إلى اليوم هذا التغول في الأرض وفي الدماء وفي المقدرات والممتلكات الفلسطينية على نحو خطير وغير مسبوق. حتى فكرة الدولتين، حل الدولتين الذي تدعمه أوروبا على سبيل المثال والولايات المتحدة الأمريكية، لم يعد من متسع له، لأنه هم يعلمون بأنه الاستيطان هو من سبب في تقويض حل الدولتين. صحيح. وبالتالي إذا أراد العالم الانتصار لفكرة حل الدولتين عليه أن يقضي أو يضع حد لهذه الجرائم لأنها غير قانونية. مزبوط. ولا يكفي فقط التضامن، دون أدنى شك أن القرار يوفر مساحة أخرى جديدة للفلسطينيين لإظهار عدالة قضيتهم وما سعوا إليه خلال الفترة الماضية على مدى عقود، وتوج في منذ 7 أكتوبر العام الماضي، هو نزع الصفة الإنسانية، dehumanization، نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين كمقدمة لإعمال الإبادة والقتل. صحيح. بهم كما يحدث الآن. العالم أدرك أن ذلك كله هي جرائم خطيرة لا يمكن. صحيح. لا يمكن. صحيح. أن يتم التهاون معها. ونعتقد أن هناك تغير الموقف، تغيرا واضحا في المواقف المختلفة. صحيح. يعني أنا التقيت في أوروبا بعدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي، ونعتقد أنهم يسيرون باتجاه رفض لما تقوم به دولة الاحتلال والمطالبة بوقف إطلاق النار. ما صدر من بيانات عقب صدور القرار اليوم. صحيح. أعتقد أنها أيضا بالغة الأهمية، من أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي إلى حكومات فرادة كان رأيا واضحا بأنه هي ستقبل بما سيصدر من المحكمة. نعم. وبأنها المحكمة هي الجهة المستقلة المحايدة، وأكدوا على قواعد القانون الدولي. أعتقد أن ذلك أيضا يجب أن يستخدم من قبل الفلسطينيين، لأن الكرة الآن برسم العالم. هعود للاستخدام لأنه نقطة مهمة، لكن أسمح حضرتك أنه في يعني خبر عاجل أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مستشار أحمد فهمي، قال أن هذا الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، كما تم تناول الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الحرب في قطاع غزة، حيث ناقش الرئيسان تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني بهدف حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة.
وحرص الرئيس السيسي على استعراض المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى أن ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية وما تقابله تلك العمليات من تحديات وصعوبات يجب تسجيلها، مشددا على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي قطاع غزة لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم، ومؤكدا ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف. من جانبه أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدور المحوري الذي تقوم به مصر وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية، مؤكدا تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة، ومؤكدا دعم الولايات المتحدة لجهود مصر الدؤوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة. وأضاف متحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين جددا الموقف الثابت لمصر والولايات المتحدة برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم مع التوافق على حل الدولتين باعتباره أساس دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. ده يعني غير بعيد عن يعني ما نتحدث فيه، وهنا يمكن يهمني جدا انه حضرتك اللي هي فكرة ردود الأفعال، وخاصة واحنا هنا بتحدث عن نوعين من ردود الأفعال، ردود أفعال من بعض يعني أشقائنا وإخوتنا وأبنائنا على الجانب العربي المؤيد طبعا للحق الفلسطيني، واللي كان يتوقع أشياء أكثر من هذا، ورأى في القرار يعني أنه غير كافي، ربما كان يتوقع يعني قرارات فورية، وردود أفعال أخرى موجودة بقى في أشارة لبعضها في العالم الغربي تحديدا وفي العالم الذي لم يكن معنا واللي هو بدأ يهتز. ماذا تقول او ماذا توجه ايه للطرفين، للطرف الاول اللي هو كان يتوقع ويرى ان القرار على ليس على قدر المستوى؟ يعني انا اعتقد اولا اننا متفقون على ان القرار تاريخي بالعوده الى نص القرار وما صدر اليوم. اولا قبول فكره ان الجينوسايد، ان الاباده الجماعيه ترتكب، هذه بحد ذاتها تطور بالغ الاهميه والدلاله. وثانيا بان تولد لدى المحكمه القناعه بانه لابد من اتخاذ اجراءات فوريه وتدابير عاجلة لعدم ارتكاب هذه الجريمة بحق المدنيين المحميين الفلسطينيين، وأيضا رفض الادعاء الإسرائيلي والقبول بالدفوع التي قدمتها جنوب أفريقيا. في ذلك تطور مهم، ولكن جميعنا كان ينتظر قرارا بناء على رغباتنا، بمعنى قرار بوقف إطلاق النار بشكل واضح وجلي في القرار. لكن أنا أعتقد بأن قرار وقف إطلاق النار أو أن وقف إطلاق النار هو متضمن في القرار، لأنه لا يمكن تنفيذ هذه القرارات الستة، الإجراءات أو التدابير الستة دون وقف إطلاق النار. كيف يمكن إعادة مياه الشرب والكهرباء والوقود وادخال المساعدات الانسانيه دون وقف اطلاق النار؟ يبدو كاباده جماعيه دون ادنى شك. وبالتالي هو من الناحيه الفعليه ديفاكتو هو وقف اطلاق نار. وبالمقابل اعتقد اننا ايضا يجب ان نرى الامور بالصوره الكليه، لان هذه التزامات ليست فقط على عاتق جنوب افريقيا، هي التزامات الان على عاتق المجتمع الدولي لضمان ان دوله الاحتلال توقف عدوانها وتوقف جرائمها وتوقف تحريضها، لانه كل ما ورد هو يتطلب وقفا لإطلاق النار في نهاية الأمر. وبالتالي من الناحية الفعلية هناك وقف إطلاق نار أو قرار بوقف إطلاق النار أو المطالبة بوقف إطلاق النار، ويجب على المجتمع الدولي الأخذ بهذه القضية والعمل عليها، إما من خلال مجلس الأمن وتثبيت هذا القرار والدعوة مباشرة إلى مجلس الأمن، لأنه مجلس الأمن فشل مرتين من الناحية، وهو جسم سياسي بالمناسبة من جسم قضائي، فشل مرتين في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأيضا لاحقا الجمعية العامة من خلال المتحدون من أجل السلام. أعتقد أن هناك أساس لاتخاذ جملة من الإجراءات في حالة عدم قيام دولة الاحتلال بوقف إطلاق النار وبتنفيذ الإجراءات الواردة. وبالمقابل أنا أعتقد أيضا الطرف الآخر، الدول التي أعلنت دعمها للقرار واعتبرته يعني تطورا مهما، هي تحاول ان تصحح موقفا او خطأ تاريخيا في هذا الشأن، بمعنى اعادة الاعتبار لقيم وقواعد بالنسبة لنا جميعا يبدو انها ليس فقط تعرضت للاهتزاز. انا اتحدث عن ما بدا لنا انه ثابت ما بعد الحرب العالمية الثانية من قواعد حكمت العلاقات البينية والعلاقات الكونية. تعرضت للاهتزاز بمعنى اننا كنا نعتقد اننا نتقاسم القيم المشتركة الانسانية العدالة وما الى ذلك، ولكن عندما يتعلق الامر بقتل الاطفال بدا لي اننا مختلفون على ذلك، بدليل ان وقف اطلاق النار لم ينجز حتى الان. صحيح. وكأن موضوع قتل الاطفال
مسألة موضع نظر. الآن هذا القرار بإعلان هذا العدد الهائل من الفاعلين الأساسيين في المجتمع الدولي قبولهم بالقرارات الصادرة عن 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 محكمة العدل الدولية يعيد الأمور إلى سياق صحيح لضمان إعمال المحاسبة وضمان وقف التقتيل والتدمير بحق الفلسطينيين ورفع الأذى عنهم وضمان إدخال المساعدات الأساسية. بالتالي هو الجانب الفعلي على الدول الفاعلة الأساسية الآن عليها القيام بدور ما في وقف إطلاق النار وضمان إعمال هذه القرارات الآن وفورا ودون إبطاء. طب حضرتك ذكرت مثل يعني شعبي مهم في بداية كلامك إنه الغرب كان يهتم فقط بالفلسطيني لأنه داخل في عراك مع ابن عيلة. نعم. يعني هذا الطفل المدلل إسرائيل المدلل لدى الجميع. هل سبق أولا لإسرائيل هذا الكائن أو الكيان المتميز على كل شيء في الدنيا بما فيه مش عدوان واحد يعني عدوانات كثيرة على الدول العربية أو على أشقائنا الفلسطينيين في غزة وحدها 6 حروب وانتفاضتان وغيرها وغيرها. هل سبق لهذه المحكمة أن حكمت ولادة أبناء عائلات؟ نعم المحكمة يعني هل مثلا أحد بقوة مثلا أمامها أحد بقوة إسرائيل المفهومة في النظام الدولي من قبل؟ يعني نعم سبق يعني على سبيل المثال الولايات المتحدة وألمانيا دخلوا في نزاع أمام المحكمة وحكمت المحكمة لصالح مواطن حكم عليه بالإعدام مواطن ألماني في الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم الولايات المتحدة بالقرار على أي حال في قضية مواطن قضية ليس مواطن. 26 بالضبط ولكن أنا أعتقد أننا أمام لحظة مهمة يعني كده أنا بحاول يعني هذا صحيح نظر هذا صحيح العالم يكيل بمكيالين ندرك ذلك والعالم يوفر غطاء سياسي وقانونيا لما يرتكب من جرائم وخلافه والنظام الكوني للعدالة كان موضع اختبار حقيقي صحيح. الآن في قدرتي على الاقتراب من العدالة في ذلك المكان من العالم وأعتقد أن العدالة الآن أعيد لها الاعتبار ولو جزئيا نحن في انتظار القرار النهائي صحيح. والأهم من القرارات هو تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع. مشكلة دولة الاحتلال وأعتقد أن العالم عليه أن يدرك أنها اللحظة الحاسمة الآن لتحرير دولة الاحتلال من ذاتها لأن ما تقوم به هو تدمير ذات لأنه لا يمكن الاستمرار إلى ما لا نهاية في استحضار هذه الرواية السردية لتبرير ما يرتكب بحق آخرين ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وارتكاب جريمة الإبادة الجمعية. وثانيا أن من يحاول الاقتراب من الاحتلال من نقد الاحتلال الاستيطان والقتل في النهاية سوف يتم وصفه بأنه لسامي ما ذكرنا بداية وبالتالي موضوع أنه إسرائيل هي بالضبط المقصود بتعريف السامية هذا كلام خطير جدا خطير جدا لأنه يعني يجعل من دولة الاحتلال كما هو الواقع دولة محصرة فوق القانون طالما الكثير إما جبنا يخاف الاقتراب أو من الناحية السياسية هو يحاول يوفر الغطاء السياسي والقانوني. وبالمناسبة يعني إسرائيل لكثيرين على الأقل الأنجلو ساكسون هي تمثل قصة نجاح طبعا. لأنه دول أقيمت على جثث الآخرين هنود حمر وسكان أصليين في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبالتالي مزبوط. يعني الوضع هنا مختلف ودائما ما تذهب إسرائيل وهنا الغريب أنه العالم أحيانا في غالب الأحوال أحيانا يتقبل ذلك هو لوم الضحية بمعنى أن الفلسطينيون يتحملون المسؤولية الآن في قطاع غزة عما يحدث لهم لأنه موجودين في المكان وزمان الخطأ صحيح. يعني صحيح. هذا كلام لم يعد مقبول هو منتهى العنصرية والاستعلاء الذي يجب أن يكون واضحا بأنه لم يعد مقبولا. العالم الآن ضاق صدره بذلك وأعتقد أنه يعني ما بين الرسمي وغير الرسمي في أوروبا مثلا صحيح. العالم يعني خروج في مظاهرات يعني وإحنا يعني الواحد يكون ماشي في شوارع أوروبا الإعلام الفلسطيني على بلكونات المنازل يعني كان شيء وعلى على 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 العربات والمركبات يعني العلم الفلسطيني والشعارات المؤيدة وهذا غير مسبوق يعني أنا أعتقد في أوروبا. بالتالي هناك تغير واضح لأنه الجريمة كبيرة جدا ما يعني مرة أخرى إنه ما حدث في الحرب العالمية الثانية استقر في ضمير العالم بأنه هذا لن يتكرر لكل الناس بغض النظر عن أصلهم عن جنسهم عن دينهم عن لونهم ولكنه الآن يتكرر والعالم لم يتحرك وبالتالي يضيق صدر تلك الشعوب بهذا التوظيف الخطير لقضايا العدالة وأعتقد أنه هنا يعني يأتي دور المجتمع الدولي في الانتصار لهذه القضايا لأنه في مصلحة لأن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين يتطلب تدخلا فاعلا لوضع حد لما يحدث في فلسطين وما يحدث في فلسطين ليس صراعا بين الفلسطيني والإسرائيلي هو صراع بين قوة احتلال وبين شعب محمي
تحت الاحتلال. قضية في غاية البساطة ومحاولة حرف الموضوع إلى أن هناك صراعا فلسطينيا إسرائيليا، هذا لا يستقيم لا بالمنطق ولا للعقل ولا للحقائق الواقع. نحن شعب يتعرض للاحتلال وللإبادة، ومن هنا قرار المحكمة أعتقد أنه بالغ الدلالة والأهمية. التأكيد على المؤكد وعادة الأمور إلى أصولها وجذرها بأن هناك قوة احتلال وبأن هناك شعب احتلال. وأكدت المحكمة على 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 موضوع أنه سكان غزة محميون بموجب هذه الاتفاقية، مما يستوجب عدم القيام بذلك ويستوجب القيام بذلك. وبالتالي كان قرار فارغ. وأعتقد مرة أخرى أنه علينا كفلسطينيين وكعرب أن نستخدم هذه القضية ما صدر اليوم في فضاء أوسع يعظم الاشتباك القانوني والسياسي، ويعيد للفلسطينيين اعتبارهم، ويعيد إلى ما ذهب العالم إليه توافق عليه سواء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في اتفاقية جنيف، هو إعادة الكرامة لبني البشر. ما يعني هناك إهدار لما أودع الخالق في البشر. ومرة أخرى يعني التحرك الفوري والفاعل أساسي وضروري، لأن الوقت هنا يحسب بجثة الأطفال، يحسب بالمنازل المدمرة، فالوقت مهم جدا. من أجل ذلك يعني كثيرون نظروا إلى القرار إنه يعني ما لم يتضمن وقفا لإطلاق النار هو قرار فيه عوار كبير. هذا صحيح، لا شك إنه يعني الفلسطينيين يتوقون إلى وقف إطلاق النار لأنهم الضحية، هم اللي يدفعون ثمن ذلك من أبنائهم ودمائهم وبيوتهم وممتلكاتهم ومقدراتهم. وبالتالي على العالم التدخل فورا لإنفاذ وإعمال هذه القرارات، وفي جوهرها هي وقفا لإطلاق النار. أنا الحقيقة يعني سعدت للغاية بكل هذا يعني الشرح والفهم اللي أنا استفدت شخصيا جدا منه أستاذ عصام، وأكيد السادة المشاهدين بيشاركونا اللحظة وبيشاركونا المنهج اللي قاله أستاذ عصام، هو منهج مهم إنه ما لا يدرك كله لا يترك كله، وإنه هذا الصراع على المستوى القانوني والقانون الدولي بشكل خاص يحتاج إلى مزيد من الجهد وقليل من الصبر، وبالتالي لن نحقق هذه يعني معركة لها 100 عام وأكثر منذ بداية القرن، لن تحسم بالضربة القاضية، ستحسم بالنقاط. واليوم اظن استاذ عصام افهمنا، والدكتور مفيد شهاب كان معانا قبله وعلى التليفون، ان احنا حققنا نقطه الى الامام. هذا صحيح. صحيح ما وصلناش لنهايه المسار، لكن علينا ان نحافظ عليها وان نطورها. وانا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الانسان والمفوض العام للهيئه المستقله لحقوق الانسان في فلسطين سابقا، وعضو الفريق الفلسطيني المشارك في مع فريق جنوب افريقيا في محكمه العدل الدوليه في لاهاي. بشكر حضرتك جدا. شكرا لكم. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل ونرجع لفقرتنا الأخيرة في حوارنا مع أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.